الصدفة هي اللي رجعت العلاقات المصرية السعودية تاني. موقف غامض واجتماع مفاجئ جمع بين مبارك والملك السعودي علشان ينجح في اللي السادات فشل فيه، والسر في فرنسا. يا ترى ايه اللي حصل في باريس وايه حكاية اللقاء المفاجئ ده؟ كل ده واكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. عساف بن سالم أبو ثنين عضو مجلس الشورى السعودي كشف عن سر لقاء جمع بين الرئيس الراحل حسني مبارك وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز في الثمانينات، واللقاء ده جه بالصدفة وقت ما كان الملك والرئيس المصري في فرنسا. في الوقت ده كان في أزمة في العلاقات بين مصر والسعودية بسبب اتفاقية كامب ديفيد، وعلى حسب رواية عساف بن سالم فزيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات لدولة ولاد العم ما كانتش مفاجأة، وده لبعض الدول العربية الرئيسية رغم إنها كانت مفاجأة للوطن العربي والعالم كله. لكن الصدمة الأكبر كانت قرارات كامب ديفيد اللي وقع عليها الرئيس المصري مع رئيس وزراء الدولة الدخيلة برعاية أمريكية في منتجع كامب ديفيد، وحضرها الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يوم 17 سبتمبر سنة 1978. عساف بن سالم قال القرار المنفرد للرئيس المصري اتسبب في موقف عربي غاضب ومعارض للاتفاقية، لدرجة أنه تم عقد مؤتمر قمة عربية في بغداد يوم 2 نوفمبر سنة 1978، وكان من أهم قراراته عدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد. وفي مارس 1979 اتعمل مؤتمر لوزراء الخارجية العرب، وكان من ضمن قرارات المؤتمر ده قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر وسحب السفراء منها ونقل مقر الجامعة العربية لتونس، وكانت المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الرئيسية اللي وقعت على قرارات الاجتماع. بعد الاجتماع ده السادات بدأ يهاجم المملكة وتصرفات الدول العربية بعد القرارات دي على أمل إنهم يتفهموا موقف مصر، لكن على الجانب الآخر المملكة بدأت في تنفيذ قرار المقاطعة، وسفارة باكستان هي اللي تولت رعاية مصالح المملكة في القاهرة، وبقت السفارة السعودية تابعة لسفارة باكستان سياسياً وإدارياً في جميع اتصالاتها مع الحكومة المصرية. واستمر الوضع ده لمدة سنتين حتى بعد رحيل السادات، رغم إن العلاقات التجارية والثنائية بين الشعبين استمرت زي قبل الاتفاقية، حتى مثلاً رحلات الطيران بين البلدين ما تأثرت لحد ما جمعت باريس بين الرئيس مبارك والملك سلمان. في بداية شهر ديسمبر سنة 1986 كان خادم الحرمين في زيارة رسمية لفرنسا، وكانت المناسبة هي رعاية وافتتاح معرض المملكة بين الأمس واليوم. في نفس الوقت الرئيس مبارك كان في زيارة رسمية لباريس، وزاروا الملك في محل إقامته، والسفير جميل الحجيلان هو اللي تولى الترتيب للقاء ده مع السفير المصري. وبالفعل تم اللقاء بمقر إقامة الرئيس مبارك بحضور الإعلام السعودي والمصري، وعبر مبارك عن إعجابه بالمعرض. الملك سلمان عرض على مبارك انه يعمل المعرض ده في القاهرة، وفعلا وافق، وفورا بدأوا في الإجراءات، وأمر مبارك بتسهيل كل الإجراءات للجانب السعودي، لكن كان في مشاكل كتير بسبب غياب السفير السعودي. وبالفعل أمر الملك سلمان بتعيين أسعد أبو النصر سفير السعودية في مصر، وانتهت الأزمة بين البلدين بعد اللقاء ده، وفضلت الأجواء صافية ومستقرة بين البلدين زي ما كانت، وهتفضل كده على طول.